يَوْمَ
قال عفريت من
فمسك بأذنه وقطعها فأوذي إيذاء شديدا وتأذى
وتتلقى منه بيدك فاسترجع مسعود وضحك بعد ان تكلم وضحك معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ابن مسعود ثم جاء ساعه بدر فاذا عبد الرحمن بن عوف ينظر على يمينه فيجد غلاما صغيرا لا يجاوز الحادية عشرة من عمره يقول يا عمان اين ابو جهل؟ قال وماذا تريد؟ قال سمعت انه كان يسب رسول الله من اجل الكعبه. امي قالت لي لا تعود الا وتيمك ملوث في بناء هذا العلم. تربيه شاب عنده 12 12 سنه عنده هم الدين عنده هم نصره النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل هم حتى برضه طلب جسد زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء كثير وجمع من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم انس بن مالك وغيرهم جاءوا يستأذنون رسول الله ان يجاهدوا معه ولكن رسول الله منعهم لانهم كانوا صغار. سيدنا علي بن خطر شوف الشباب نماذج في تضحيه وحب المصطفى عليه الصلاه والسلام. والثاني قال يا عمان اين ابو جهل؟ قال ولما؟ قال سمعت انه كان يؤذي رسول الله. وامي قالت لي ان لا تعود الى البيت الا وسيفك عليه باب هذا النعيم. فوالله لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يكون اعدل منه. انا هذا زي ظله لا يفارقني ولا يفارقه حتى يكون اعدل منا وينال اجله. فقال هو اتيته بل اجله فانطلق عليه فضرباه ضربه رجل واحد حتى سقط من على فرسه. فاهتز المشركون وبدات المعركه على سماء المصطفى عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام مكان في اعلى الجبل ليرى فاذا اصاب الصحابه مكروه يذهب الى المدينه ولياتي بمكر الناس الذين لم يجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر ويدعو الله سبحانه وتعالى وكل منهم يجري ويسابق بعض البعض ليلحقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ليبشروا. فيقابلهم مين في الطريق؟ يقابلهم عكرمه. وكان قد جاء متهاجرا كلمة من أبي جهل وكان لم يسلم بعد رضي الله عنه والأسد في فتح مكة. قال أين تذهبون وما هذا الذنب؟ قالوا هو دم أبي جهل نذهب إلى رسول الله نبشره. فأخرج سيفه من قاتله فضربه ضربة ضرب واحد منهم قيل بأنه هو معاوية ضرب ضربة شديدة حتى انقطع ذراعه ذراع الله. فيعمل يا ولد طيب عاوز يلحق فيضع يده على الارض ويضع قدمه عليها ويتحامل على يديه حتى يقطعها قطعا كاملا ليسلم صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله على جوارحه وقال تبارك الله امرا في الجنه وانشره في الجنه. فاذا به يرجع فرحا مستبشرا الى امه كما وعدها. ياتي قوات عبد الله بن مسعود وهو يسمع من الغنائم فوجد ابو جهل طريحه الارض ينفض انفاسه الاخيره جلس على صدره فقال لقد بلغت مبلغا صعبا يا ابا يحيى البدر فان اردت ان تقتلني فخذ سيفي هذا. فاخذ سيفه فقطع راسه وفصل بصره عن جسده كما جاء في السيره. وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام يضحك حتى بدت اواجهه وقال الان يا ابن مسعود اذن بعذن والراس زياده. هو اطردت ان تجيب له ايه؟ الدين ده كمان الراس كمان اذن بعذن والراس زياده. ان ده فانما تدعى على قمه التضحيه كي يصل الينا هذا الدين على طبق من ذهب ولكننا نفرط فيه مع الاسف. فنسال الله ان يردنا الى دينه مردا جميلا وان يجعلنا من خير عبيده الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه جزاكم الله خيرا وقوموا بالصلاه. Thank you.
Amen.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
اللهم اجعلنا من المحرومين 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 من الم
السلام عليكم ورحمة الله.